ومعي من داخل معسكر منتخب مصر في الاسكندريه الناقد الرياضي الكبير استاذ ايهاب الفولي. ايهاب، مساء الخير. مساء النور يا استاذ لميس، اهلا بحضرتك وبكل مشاهدي سي بي سي. طمني بقى، الوضع ايه؟ اللعيبه معنوياتهم، قولي الاجواء ازاي؟ طبعا حضرتك يعني بعد الكل كان الساعه 3 النهارده، الكل كان ما فيش شغل شاغل ليه غير متابعه مباراه اوغندا وغانا. بعد انتهاء المباراه بالتعادل السلبي في حالة من الفرحة العارمة عند اللعيبة وعند الجهاز الفني، ولكن المهندس هاني في الاتحاد المصري لكرة القدم يعني عقد جلسة مع الجهاز الفني ومع وبعد الجلسة طلع المهندس هاني أبو ريدة بتصريح طلب الجميع فيه بعدم الإفراط في الفرحة والتفاؤل وتأجيل الفرح لحين انتهاء مباراة مصر والكونغو بكرة بإذن الله في ملعب الجيش ببرج العرب، عشان لا قدر الله الإفراط في التفاؤل أو في الفرحة ما يتسببش لينا في أي عثرة لا نتمناها بإذنك يا رب. إن شاء الله. بالنسبة ربنا الإسكندرية كلها يعني بعد المباراة خرجت عن بكرة أبيها زي ما بيقولوا، احتفالات في الشوارع وفي الميادين وكأن منتخب مصر صعد رسميا لمونديال روسيا 2018، وكأن الناس يعني مستعجلة على الفرح. باعت الأعلام، باعت كل ما هو عليه علم مصر، تواجدوا في المنطقة المحيطة بملعب برج العرب وفي شوارع مؤدية من سواء من ناحية المدخل الرئيسي من اسكندرية أو من مدخل ملعب الجيش. اللعيبة عندهم الإصرار غير عادي. عصام الحضري اجتمع وكابتن الفرقه قبل المران اتكلم معاهم، قال لهم كان المباراه ما اتلعبتش بتاعت اوغندا وغانا، كان لعبوا بكره وكان هتلعب مع اوغندا بعدينا باذن الله.